تحية الصباح المشرقة لكل من انضم لمتابعتنا الآن في صباحنا بكرة. الآن وصلنا لفقرة العرض الإخباري اللي بنبدأه بأنه في مصادر في قوى الحرية والتغيير قالت أنه الوساطة الأفريقية قدمت دعوة إلى اللجان الفنية المشتركة من الجانبين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري لحضور جلسة مباحثات ناقشت الوثيقة الدستورية بفندق كورنثيا، وتوقعت المصادر انعقاد المفاوضات المباشرة الثلاثاء المقبل. انخرطت التنسيقية العليا لقوى الحرية والتغيير في اجتماع حاليا لبحث الرؤية النهائية للتفاوض حول الوثيقة الدستورية، وتضمنت الوثيقة صلاحيات وسلطات المجلس السيادي ورئيس الوزراء خلال المرحلة الانتقالية. ينتظر انه يتم توصل الطرفان الى نتائج مباشرة خلال التفاوض للوصول الى مسودة اتفاق نهائي حول إدارة المرحلة الانتقالية للبلاد. ووقع الطرفان على الوثيقة وثيقة الاتفاق السياسي في 17 من الشهر الجاري. برضو قوى الحرية والتغيير كشفت عن توافق بين والمجلس العسكري الانتقالي على حذف فقرة الحصانة المطلقة في الوثيقة الدستورية اللي سيتم مناقشتها بين اللجان الفنية للطرفين. بينت انه اللجان او انه لقاء جوبا مع القيادات، قيادة الحركة الشعبية الشمال، جاء بنتائج إيجابية في إحلال السلام في البلاد. عضو التفاوض في اللجان قال، واللجان الفنية اللي هو ساطع الحاج القيادي بقوى الحرية والتغيير، قال في تصريح للمركز السوداني للخدمات الصحفية إنه المجلس العسكري والحرية والتغيير توافقا على أن تكون الحصانة إجرائية فقط وغير مطلقة لأعضاء المجلس السيادي المنتظر تكوينه بعد الاتفاق على الإعلان الدستوري. أكد الحاج جاهزيتهم لبدء النقاش والتفاوض مع المجلس العسكري حول المسودة الدستورية، مشير لجدية الطرفين لتجاوز العقبات كافة اللي بتعيق مسيرة استكمال أهداف الثورة السودانية. وضح عدم تحديد موعد رسمي لبدء التفاوض حتى الآن، وكشف عن مشاورات لتحديد موعد بدء التفاوض حول الإعلان الدستوري. مشاهدينا الكرام، كاميرا قناة طيبة الفضائية من خلال استطلاع للمهتمين حول خطوة نشر مسودة الإعلان الدستوري تأثيرها على مسار التفاوض، جاءت بهذا الاستطلاع وهذا هذه الآراء المختلفة. خلونا نشاهد. اللجنة تقرير الامبارح كان فيه ضعف واضح في عدد من النقاط. اللجنة لم تقدم حقائق حتى الآن مثلا في مالي من الذي ارتكب هذه الجريمة. في قصور على مستوى من تحرك مثلا. أنا شعري كان السوداني رأيي، هل تم التحقيق مع المجلس العسكري مثلا؟ هل الدعم السريع مشترك في الجريمة دي كان الذي لا الشارع السوداني راجي منها إجابات؟ النتائج بتاعت التحقيق يعني غير دقيقة، ودي حاجة متوقعة يعني كان إنه حتطلع بالنتيجة دي، لأنه المجلس هو كان رافض إنه يكون في لجنة مكونة تكون مستقلة، ودي هنا ببين إنه المجلس العسكري شريك في عملية فضائية تسامح. كل المؤشرات والدلائل والحقائق تبرهن أن هذا التقرير غير صادق وغير أمين ويفتقد للمصداقية. الأحداث، هنالك قتلى كثيرين وشباب وأسر فقدت أبنائها في أيام العيد، وصيوانات عزاء امتدت في كل ولايات السودان، هنالك صور مبسوسة وكلها صور حقيقة. دي آراء حول موضوع تقرير اللجنة اللي كونت للتحقيق في موضوع فضل اعتصام القيادة العامة، ونرى الشارع وده ردود أو دي ردود الأفعال حقيقة فيما يخص بالتقرير اللي تم الإعلان عنه. بنواصل في عرضنا الإخباري، وتوقع عدد من الخبراء والسياسيين بأنه تخدم وثيقة الإعلان الدستوري قضايا الحرية والسلام والعدالة وإظهار مزيد من الشفافية في البلاد. و حول الجدول أو الجدل الكثيف اللي أثير حول موضوع الوثيقة الدستورية، أكد ناشطون إنه العقبة الوحيدة اللي يمكن تواجه الوثيقة موضوع الصلاحيات داخل مجلس السيادة. لمزيد من التفصيل ولكثير من القراءات، نحن دائما بنحاول مشاهدينا نتابع كل هذه الموضوعات بدقة، وخلونا نشاهد هذا التقرير.
طيب الصلاحيات والكلام عن الوثيقة الدستورية، نرجع للتقرير. طيب نشاهد التقرير. أعمال اللجنة. تباينات واسعة في الرؤى والاتجاهات حول تقرير لجنة التحقيق حول حادثة فض الاعتصام أمام القيادة العامة للجيش. وبحسب متابعين، لم يقتنع الشارع السوداني بما جاء من حيثيات في مضمون التقرير، فخرج المواطن رافضا لنتائج اللجنة بجانب رفض بعض مكونات القوى السياسية والحرية والتغيير للتقرير، معللين تمسكهم بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة كما ورد في الاتفاق السياسي الذي تم التوقيع عليه بإشراف من الاتحاد الأفريقي. ملامح التقرير التي قدمها رئيس لجنة التحقيق فتح الرحمن سعيد لم تكشف صراحة عن أسماء الضباط المتورطين في إصدار الأوامر بفض الاعتصام في 3 يونيو الماضي. وعمد رئيس اللجنة إلى تسمية 8 ضباط وضابط صف، أشار إليهم بالأحرف الأولى لأسمائهم، مما أشعل موجة من الشك والتخمينات. اللواء رب ألف سين ألف. وبحسب التقرير فإن اللواء ألف سين ألف هو من أمر قوات مكافحة الشغب بإطلاق النار، فيما وجهت النيابة اتهامات للعسكريين 9 تحت طائلة المادة 189 من القانون الجنائي الجرائم ضد الإنسانية، وتم ضمهم كمتهمين رئيسيين، مطالبة المجلس العسكري بمدها بمحضر التحقيق الذي أجرته اللجنة. وشهدت أحياء بري والعشرة والجريف في الخرطوم والثورة وودنباوي في ليلة نشر التقرير احتجاجات وردود أفعال واسعة، تم خلالها إحراق إطارات السيارات وإغلاق بعض الطرق بالمتاريس دون أي دعوات من تجمع المهنيين. ويرى خبراء قانونيون أن أي تحفظات على التقرير الصادر تمثل أزمة مع السلطة القضائية، محذرين من وقوع مثل هذه الحوادث مرة أخرى. في عرضنا الإخباري أيضا، منح رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول عبد الفتاح البرهان سفيرة دولة زيمبابوي بالسودان هيلدا سوكا مافوتزي وسام النيلين من الطبقة الأولى تقديرا لدوره في تطوير العلاقات بين البلدين. استقبل رئيس المجلس العسكري في مكتبه في القصر الجمهوري السفيرة هيلدا بمناسبة انتهاء مدة عملها، وتناول اللقاء بحسب السفيرة مستوى العلاقات الثنائية بين السودان وزيمبابوي وسبل تطويرها. وعبرت السفيرة في حديث عقب اللقاء عن شكرها وامتنانها للسودان حكومة وشعبا على التعاون اللي وجدته طيلة مدة عملها في السودان، كما عبرت عن سعادتها بتكريمها من رئيس المجلس العسكري، كما شكرت وزارة الخارجية لوقفتها بجانبها وتسيير مهمتها أو تيسير مهمتها في السودان. اعتبرت أنه العمل في السودان حسب كلامها جاء بهذا الوصف، وعبرت عن أمنياتها للسودان مستقبل مزدهر يسود فيه والسلام والعدالة. أيضا في عرضنا الإخباري مشاهدينا في صباحنا بكرة، حزب دولة القانون والتنمية قال إنه تقرير لجنة التحقيق عن مجزرة القيادة العامة بيدل على عدم استقلالية اللجنة وبيكشف عن تعمد المجلس العسكري إخفاء الجريمة والتستر على الجناة الحقيقيين، إذ كيف يزعم عدم توجيهه بفض الاعتصام مع فضه بالتزامن في جميع الولايات. وأعلن الحزب وقف أو وفقا لبيان صحفي صادر عن المكتب السياسي، أعلن رفضه التام لتقرير لجنة التحقيق وطالب بتكوين لجنة وطنية مستقلة من قانونيين خارج الخدمة. برضو بنشوف في عرض إخباري مشاهدينا أن حكومة الخرطوم وجهت بتشكيل لجنة عاجلة لتضم عدد من الكفاءات التربوية بالإضافة لاتحاد أصحاب المدارس الخاصة وممثلين لوزارة التربية والتعليم بالولاية لوضع حلول عاجلة لرسوم التعليم الخاص والأجنبي، وده بعد تكرار الشكاوى من أولياء أمور الطلاب من الزيادات المضطردة لرسوم التعليم الخاص والأجنبي. أشار الوالي المكلف أحمد عبدون حماد خلال لقاء بمكتبه برؤساء القطاعات والشعب باتحاد المدارس الخاصة بحضور المدير العام لوزارة التربية والتعليم بولاية الخرطوم عبد الله محمد نصر، كشف كثير من الجوانب الخاصة بهذا الموضوع، وأكيد موضوع المدارس والتعليم بشكل عام الخاص
الأجنبي بيدور الكلام كثير جدا عنه هذه الأيام فيما يخص بالزيادات المضطردة، وهي مشكلة حقيقة واجهت كثير من أولياء الأمور وبتواجههم في مجابهة هذا الموضوع. إذن مشاهدينا، ده عرضنا الإخباري في هذا الصباح عبر صباحنا بكرة، وأكيد يعني مواضيع مختلفة متعلقة بالخدمة العامة، الخدمة اللي بتلي حقيقة حياة الناس، وحياة الناس لها هذا الجانب الخاص بالتعليم والصحة والغذاء وغيره، وموضوع الأسواق برضو من الموضوعات المهمة. في خصوص الموضوع الأخير إنه الوالي أمن على التعليم الخاص، بيعمل بشراكة مستمرة مع مؤسسات الولاية بالدفع بالتعليم وزيادة نسبة التحصيل الأكاديمي للطلاب. بنمشي لموضوع تاني، توقعت وحدة الإنذار المبكر بالهيئة العامة للإرصاد الجوية في تقريرها عن حالة الطقس خلال الفترة من 28 يوليو الجاري إلى 4 أغسطس المقبل، توقعت هطول أمطار غزيرة في الأجزاء الشرقية والجنوبية والغربية من البلاد، أمطار متوسطة إلى خفيف أو إلى خفيفة في الأواسط والشمال الشرقي. أشارت الهيئة العامة للإرصاد الجوية إلى أنه الفاصل المداري سيتقدم شمالا ليصل أقصى شمال البلاد خلال هذه الفترة، مما يوفر ظروف جوية مناسبة لهطول الأمطار. دعا رئيس وحدة الإنذار المبكر بالهيئة أبو القاسم إبراهيم جميع المواطنين إلى توخي الحيطة والحذر، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن تتسبب هذه الأمطار في حدوث جريان سيول واصطحاب برياح نشطة مثيرة للغبار والأتربة. انتهت أخبار العرض الصباحي مشاهدينا، وتابعنا في هذه الموضوعات المختلفة والمتنوعة. بعد الفاصل بنواصل، خليكم معنا.